معكم حاضر ما ساعتين وقت النصنار 41 دقيقة لانترفيو إكسبير. الانترفيو إكسبير عن أي قائمة سوداء نتحدث لصندوق النقد الدولي؟ هذا على شنو نحكي ومع ضيفنا معز سوسي الأستاذ الجامعي في الاقتصاد. مرحبا بك معز. أهلا بيما سلامة، تحياتي ليك وكل مستمعي إكسبرس. شنو حكاية القائمة السوداء؟ نجم نقولوا أن لابسوس ما القائمة السوداء، فخاطر كان باش نحكيوا على القوائم خلوني تكثر الليستات وكيش نوضحوا. دونك القائمة بالنسبة للصندوق النقد الدولي ما نجموش نتحدثوا على قائمة سوداء ولا قائمة سلبية. هو الحقيقة كي نحبوا نقولوا القائمة السوداء ونكونوا واضحين، يلزمنا نرجع للقائمة متاع الجافي اللي هي مجموعة العمل المالي، اللي هي معناتها الجافي اللي تعنى بالجهود العالمية لتكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة. هي في الواقع الجافي هي اللي تخرج لليست نوار اي انكور لليست جريز، معناها القائمات السوداء والقائمات الرمادية، وما عندهاش علاقة بالليست اللي يمكن صار شوية هكا سوء فهم اللي تخرجها يخرجها صندوق النقد الدولي. مع العلم اللي الليست هذه اللي نحكيه عليها متاع صندوق النقد الدولي هي تهم قائمة الدول الأعضاء اللي تأخرت في استكمال مشاورات المادة الرابعة لأكثر من 18 شهر، وهذه فيها تونس. دونك تونس حاليا هو من آخر كومينيكي في الموضوع هذا قام به صندوق النقد الدولي في جانفيي 2024 أدرج تونس في القائمة هذه. النجم نقول القائمة هي متاع الدول اللي تعثرت، معناها المشاورات اللي تصير دوريا مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار تقييم السياسات على معنى الفصل الرابع لصندوق النقد الدولي. مع العلم ريم اللي في القائمة هذه 12 بلاد ومنهم تونس، ثلاثة منهم وهذا اللي خلينا نخلطوا شوية، ثلاثة منهم هما موجودين في القائمة الرمادية متاع الجافي. معناتها نجم نقولوا الدول اللي تتخلف كثيرا على التشاورات مع صندوق النقد الدولي فيها مؤشرات يعني سلبية على مستوى مكافحة بينسور غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وإلى ما إلى ذلك. يعني نحب نقول لك شنو هما البلدان نفسرهم لك، معناها مثال. خلينا ناخذ استاذ معسوسي ناخذ شويه امثله لانه مهم جدا، لانه النقاش هذا صار لفتره زمنيه باهيه، معناتها قعدوا الناس تتناقش وتتبادل في الاراء حول فكره القائمه هذه، قائمه صندوق النقد الدولي، الا انه فعليا كما كنت تفسر انت هي العمليه كلها مربوطه بالعمليه التشاور والمفاوضات اللي تاخرت كبير. نعم. هذا هو. هي الدولة أكثر دولة متأخرة الآن، على نرجع توا نحكيو على القائمة نتاع الدول اللي تأخرت في معناها المفاوضات وإلا المشاورات مع معناتها خبراء صندوق النقد الدولي على معنى المادة الرابعة اللي أكثر من 18 شهر. فما فنزويلا هي أكثر بلاد، والسبب هو سياسي وأمني. فنزويلا عندها 204 شهر، معناها إيماجيني سنوات دونك تأخير. ثم تأتي سوريا، سوريا كذلك لمشكلة متاع أمنية وسياسية 138 شهر، ثم اليمن 84 شهر كذلك مشكلة أمنية وسياسية. ثم معناتها سوريا واليمن هذوما الزوز موجودين في الليست غريز متاع الجافي. ثم يأتي إيران 41 شهر، لهنا طلب سيادي إيران قررت هكا يونيلاتيرالمون مش خطر سبب أمني أو سياسي، قالوا ما عادش نستقبل خبراء صندوق النقد الدولي. مع العلم هم اعضاء، احنا نحكيو على دول الاعضاء وعندهم الحق البيضاء. قبل حتى روسيا البيضاء عندهم الحق انه تكون عضو وفي نفس الوقت ترفض قبول بعثات صندوق النقد الدولي. اي عندهم الحق، لانه الزيارات هذه نتاع صندوق النقد الدولي يلزم ما تتعرضش مع القرارات السياديه نتاع الدول الاعضاء. والدول الاعضاء ينجم سياديا كما قلت لك الحاله الوحيده هي الحقيقه في ال 12 دوله، احنا توا 12 دوله معناها اللي هما عندهم معناها تاخر، هي الدوله الوحيده اللي طلبت هذه بطريقه معناها قرار سيادي. ثم قلنا بعد ايران تاتي روسيا البيضاء، ثم اريتريا، ثم بوركينا فاسو عندها لاسباب كذلك. بوركينا فاسو الاسباب تتعلق ببرنامج نفس السبب نتاع تونس توا نقول لك من بعد. وبوركينا فاسو هي الدوله الثالثه اللي موجوده في الليست غريز نتاع الجافي. دونك شفت لهنا نحكيو على لا ليست غريز مش لا ليست نوار. ثم تشاد 23 شهر لاسباب تتعلق بالبرنامج،
ثم هايتي ثم روسيا. روسيا لأسباب سياسية وأمنية، تفهم ليه؟ خاطر روسيا عندها توا 18 شهر كذلك، نحكيوا على 18 شهر منذ جانفي، معناها كان نجم نزيدوا توا 3 4 شهور من جانفي لتوا، دونك نوليو نحكيوا على العدد هذايا ونزيدوه 3 شهور. ثم ميانمار اللي هي كذلك لأسباب سياسية وأمنية، وأخيرا وليس اخيرا تونس. تونس هي موجوده في الليسته هذه، معناها الحقيقه معناها نراو تونس المجموعه هذه. انا ما نحكي روسيا عندها اسباب سياسيه واحد، ايران عندها معناها طلب سيادي هما حر، روسيا البيضاء كذلك لاسباب عديده ومختلفه، البقيه معناها هما دول ما همش من شريحه تونس، معناها مش معناتها كي نشوفوا ان تونس موجوده في القائمه هذه. يمكن هذاك علاش بعض الناس يعتبروها هي قائمه ماهيش، معناها على الاقل نجموش نقولوا هي قائمه ايجابيه، هي قائمه سلبيه نتاع دول اللي هي ما راعاتش معناتها الجدول الزمني نتاع استقبال الخبراء لصندوق النقد الدولي باش يجيو يقيموا السياسات. وعلاش صندوق النقد الدولي هو يحب دوريا يجي يقيم السياسات؟ لانه صندوق النقد الدولي عنده مهمه خاصه على مستوى البلدان الاعضاء نتاعو باش يخلي يعني النظام المالي والنظام المصرفي يكون يمشي باعتدال، ما تصيرش فيه معناها انزلاقات خطيره تؤدي الى معناها الاسباب معناتها مشاكل على مستوى المبادلات العالميه وعلى مستوى يعني لي مويان دو بيمون انترناسيونو. دونك هذا علاش وضحنا. دونك في موضوع الكافي موضوع اخر ما عندوش علاقه بالليست هذه، ولو انه يعني قلت لك في البلدان اللي كنت نذكر لك فيهم موجودين ثم شكون موجودين في القائمه الرماديه اللي نحن نفكروا ان احنا ما عادش عندنا مشكله فيها من المفروض وخرجنا منها. نحن جوستومون احنا 2017 صنفنا في القائمه الرماديه اللي هي كانت تحب اليوم بسرعه، هو فيها 20 بلاد معناها القائمه الرماديه اليوم، واحنا ما نشنا فيها من 2017 صنفنا في القائمه الرماديه وخرجنا من 2019. وش معناها القائمه الرماديه؟ هما اولا هما بلدان يتعاونوا مع الكافي، اولا خاطر المشكل هو في القائمه السوداء، القائمه السوداء فيها ثلاثه بلدان فيسع نقولهم لك، كوريا الشماليه، ايران، وميامار. الميامار اللي ذكرناها من بكري في اللي متاخره في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. نرجع لهنا للبلدان اللي هي في القائمه معناتها الرماديه، هما بلدان عندهم قوانين وعندهم رغبه باش يتصدوا بتباع الى غسيل الاموال وكذلك يكافحوا الارهاب، لكن ما وصلوش الى معناها التصنيف يخليهم معناها عندهم الصلابه او نجم نقولوا عندهم النجاعه في المجال هذا. دونك يقعدوا اون انستانس في الليست جريد، ولكن ماهوش كيما مثلا ليست نوار اللي هما كاريمون ماهمش منضوين كيما كنا نقولوا ثلاثه بلدان اللي ذكرتهم. مثلا في البلدان اللي ليست جريد قلنا نلقاو بعض بلدان يعني محترمه، جنوب افريقيا نلقاو السنغال، نلقاو كذلك تركيا، نلقاو معناها بتباع فما بلدان اللي فيها مشاكل كبرى كيما فيتنام، اليمن، معناتها هذوما، سوريا كذلك موجوده في الليسته هذه، جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، الفلبين باركونتر، الفلبين نلقاوها موجوده في الليسته جريز من البلدان اللي تعتبر معناها بلدان صاعده الفلبين. دونك نجم نقولوا هالتصنيفات هذه معناها احنا توا في تونس باش نحاوصلوا، ما احنا ماناش معنيين بالتصنيف لا ليست جريز ولا ليست المار. عندنا مشكله في تعثر المفاوضات او تعثر الزيارات نتاع خبراء صندوق النقد الدولي على معنى الارتيكل 4، وهذا الحقيقه ماهوش مؤشر ايجابي. لابد ان نخدم على تلافيه، خاطر هي ماهوش تصنيف نهائي، بالعكس معناتها كل ما نبديو الرغبه نتاعنا باش نحدد جدول اعمال او نحدد معناها ان اجندا نتاع لي فيزيت تولي العمليه تنجم. هل تواصل التاخر في المفاوضات هذيا والتاجيل هذيا لفتره زمنيه اطول ممكن ينجم يكون عنده تاثير، والا هي مجرد ملء خانات يقوم بها صندوق النقد الدولي لتصنيف الدول فقط لا غير؟ معناتها غير ما فماش، هي قائمه سلبيه صحيح ولكن نتيجتها مش بالضروره خطيره والا تطرح اشكال. لا هذايا ما نجموش نقولوا ما عندهاش تاثير، بالعكس هي عندها تاثير. وانا قلت نذكر لك في الدول اللي موجوده اللي احنا معاها تو تفهم، معناتها كي تقول لي شكون بحذاك نقول لك انت شكون، معناتها كي نشوفك انا من بكري كنت نقول لك الدول هذه فيها تشاد، فيها اليمن، فيها اريتريا، فيها بوركينا فاسو، اللي بوركينا فاسو تعرف عندهم مشاكل سياسيه
ومعناها وعدم استقرار معناتها مؤشر بالعكس معناها كان احسن ان ما نكونوش في المجموعه هذه خاصه وانه ما عندنا حتى شيء يمنعنا معناها احنا بلاد مؤسسات عندنا مؤسسات تخدم معنا معلومات على مستوى الاحصائيات الاقتصاديه موجوده عندنا سياساتنا واضحه عندنا معناها دي بلان دو ديفلوبمون عندنا دي استراتيجي معناتها نخدموا عليهم عندنا بنك مركزي معناها يقوم بدوره كمؤمن وكراعي الى السياسات النقديه والماليه في تونس وعندنا تقليد عمرنا ما صار لنا هذا معناتها هذوما الزيارات على معنى الارتيكل 4 راهم من وقت احنا عضو في صندوق النقد الدولي وقاعدين يسيروا بعد كل دوريه وبكل سلاسه ساعات يصير مره في العام ساعات مره في العامين ومعناها ما فهمنا حتى مره كان عندنا اشكال من هذا دونك هذا ماهوش من نجمش يكون مؤشر باهي بل بالعكس وهذا يخلينا احنا حتى فيزافي لي بايور دو فون اوتر كو لا فامي مش لازم لا فامي راهو لا فامي اليوم هو محرار على مستوى السوق الماليه العالميه هو مؤشر مهم جدا انت معناها هل انه وصلنا الى درجه كونه نتواجد كما معنا في بلدان كما معناها اللي هما عندهم أسباب سياسية وأسباب معناها أمنية ما وصلوش ينجموا يستقبلوا معناها خبراء من صندوق النقد الدولي هذا هو اللي الحقيقة ما نعتبروش حاجة إيجابية واضح شكرا لك معز السوسي الأستاذ الجامعي في الاقتصاد على المداخلة على كل التوضيحات اللي قدمتها نحن مازلنا مواصلين معكم حتى الماضي الساعتين دي ما تسمع فيكم على إكسبريس FM